مرحبا، يعطيكم العافية. إذا واحد في الحياة بيحكي لك إنك ما بتستطيع تغير العالم، قل له أنت خطأ. وهذا أكبر مثال. إحنا في مدغشقر جنب العاصمة أنتانانريفو، في منطقة اسمها أكاموسو، بدأها شخص اسمه الأب بيير. هو كان قس إجا هون 1970 من الأرجنتين عشان يشتغل في كنيسة، وشاف الفقر الموجود في العاصمة. ففي عام 1989 قرر أنه يرجع هون ومعاه 900 يورو فقط، وبدأ هاي الكميونيتي. هاي الكميونيتي ساعدت أكثر من مليون شخص، أكثر من مليون شخص في المنطقة، لرفعهم من مستوى الفقر إلى المستوى المتوسط. هذه المنطقة طلعوا، يعني لو بورجيكوا الفرق شاسع بين العاصمة غاد وهون. بدأ يحارب البطالة والفقر بشيء واحد، أو الفلسفي تبعته، إذا ما بدك تشتغل أو تدرس ما بتستطيع تعيش هون. فهذا هو المبدأ تبعه. الآن بعيش هون في حوالي 30,000 عائلة عايشين هون براحة. هذا يعتبر أأمن مكان موجود في منطقة أنتانانريفو. لو شايفين المنازل كيف الجمال تبعها، هذول هم بنوها، ما حدا بناهم، هم ساعدوا أنفسهم وبدأوا بهذه المنطقة. المنطقة جدا نظيفة، جدا رائعة. البيير، الأب بيير، عمره 70 سنة الآن، له حوالي 30 سنة في هذا المشروع الرائع اللي بدأه من شخصه وبدون ما يفقد الأمل، ودائما كان يحاول أنه يساعد الناس حواليه. نرفع القبعة على الأب بيير. هنروح على المدرسة الآن ونورجيكم، جايبين إحنا شوية أشياء دعم للمدرسة اللي موجودة هون. هدول الناس اللي هون عايشين عندهم أكلهم وشربهم وعملهم، والأطباء تبعونهم، يعني شيء أكثر من رائع. هاي المدرسة، هاي يعني كل إشي منسق، الألوان رائعة. دائما تذكر أن التغيير يبدأ منك بنفسك، من نفسك. إذا بدك تغير العالم يجب أن تمشي وما تنظر إلى الخلف، إلى الذين بيحاولوا أنه يحبطوك وينزلوك. هاي أكاموسو أكبر مثال، والأب بيير أكبر مثال لذلك. يعطيكم العافية ونراكم في قريبا فيديو آخر. بيير بيؤمن بحقوق الإنسان وحقوق البشرية، وعملوا كونفرنس باسم فلسطين هون، كونفرنس روم، شايفينها باسم فلسطين.